تتواصل حفلات ليالي دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، والتي اختارت نخبة متنوعة من الفنانين من مختلف الأجيال، والتي لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا. وفي نسخته 32 يقدم لنا المهرجان عددا كبيرا من الفنانين، منهم تامر عاشور الذي يحيي الليلة إحدى أمسيات المهرجان بدار الأوبرا. المزيد يطلعنا عليه زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من منارة الثقافة والإبداع دار الأوبرا المصرية، حيث نتابع معكم ليلة جديدة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32. ليلة مميزة هذه الليلة، نفذت فيها كل التذاكر لحفل الفنان تامر عاشور الذي سيصعد على مسرح النافورة بعد قليل لإحياء هذه الليلة التي توافد عليها عدد كبير من محبي وعشاق الفنان تامر عاشور منذ اللحظات الأولى في فتح أبواب هذا المسرح، وبدأ التوافد الكبير وبدأ الدخول منذ قليل لاستقبال الفنان تامر عاشور وهذه الليلة المميزة. منذ أن بدأ مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية وفي كل المسارح على مستوى الجمهورية، وهو يقدم باقة من الحفلات المتنوعة بحضور عدد كبير من الفنانين من مصر والوطن العربي، وبالتزامن مع هذا الحفل الذي يقام في مسرح النافورة هنا في دار الأوبرا المصرية، هناك عدد كبير من الأماكن الأخرى التي يقام بها عدد من الحفلات. نتحدث عن مسرح الجمهورية الذي يقام فيه ليلة يمنية بقيادة الفنان أحمد فتحي، وأيضا في معهد الموسيقى العربية فرقة تراث سيد درويش، وأيضا في مسرح أوبرا الإسكندرية يقام حفل للفنان مدحت صالح. هذه الفعاليات التي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري تحرص فيها وزارة الثقافة على تقديم كل الأغاني المتنوعة بحضور عدد كبير من الفنانين، وربما نرى أيضا التنظيم الكبير في هذا اليوم وفي هذا المهرجان منذ أن بدأ في اليوم الأول بحضور عدد كبير من الجماهير. كنا نتحدث مع الجمهور الذي حضر منذ قليل إلى هذا الحفل في دار الأوبرا المصرية، عبروا عن إشادتهم وسعادتهم بهذا التنظيم الموجود في هذا المهرجان، وأيضا الاستعداد القوي منذ أن تم الإعلان عن حفل الفنان تامر عاشور لهذه الحفل. وبالمناسبة يعني تامر عاشور سيحيي حفلا آخر غدا في مسرح النافورة بعد نفاذ التذاكر والمقاعد اليوم في حفل اليوم، فبالتالي سيكون له حفل آخر، وهذا يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على تنظيم مزيد من الحفلات وأيضا إرضاء الجمهور بكل الأذواق الفنية المناسبة. هذه هي الصورة لحفل اليوم الذي امتلأت المقاعد عن آخرها بحضور كل عشاق ومحبي الفنان تامر عاشور. عودة إليكم مرة أخرى.